كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم جميعا. بالنسبة لموضوع المسحراتي ده، دي السنة التانية ليا، واللي شجعني للموضوع دوت أغلبية الناس اللي بتكلمني على الواتساب واللي مع الماسنجر، إن هم نفسهم إن أنا الموضوع دوت يبقى دايم معانا ويبقى عادة لينا كل سنة. فأنا والله مرضيتش أكثر من خاطر أي حد، وبشكر كل الناس اللي دعمت معايا في الموضوع دوت، وبإذن الله هتبقى بإذن الله هتبقى الموضوع ده دايم. وأنا شايف إن هو بصراحة عامل جو حلو للناس زي ما أنتوا شفتوا، وبإذن الله هيبقى كل يوم، أو مش كل يوم يعني، ممكن يوم يومين كده، ممكن في مكان على حسب الناس اللي هي طالبة، في أماكن مختلفة يعني. وإن شاء الله تبقى يعني فرحة للناس يعني جميعا. ولما باجي حبيبي ولما بيجي طبعا بنطلع، هي بتبقى طبعا حاجات تلقائيه. انا طبعا مش قوي جدا في البداية في الـ في الـ في الصوت وكده وفي التواشيح، بس بجيب مثلا حاجات تواشيح دينيه، بوزع فوانيس للاطفال، بطلع عليهم يعني ببهجه كده ليهم، بس مش اكتر يعني. كل سنه هم طيبين، واتمنى الناس كلها تبقى في خير، واللي اي حد يقدر على اي حاجه يعملها في الخير ما يقصرش. وكل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم، وتشرفت بيكم جميعا يا باشا. طه العدنان عارفينه أعظم إنسان، هدى العالم بنور الإيمان، نشر دينه في كل مكان، شرق ومغرب يا صلاة الزين على جمالكو يا صلاة زي ما احنا بنتابع مع كل مشاهدي ومتابعي حضرة 24 قناة الخير لايف، بس مباشر من داخل محافظة البحر الأحمر. جايلك يا باشا، جايلك والله اهو. تحلو مرارة عيش في رضا، في رضا تحلو مرارة عيش في رضاك، وما أطيق سخطا على عيش من الرغادي، من لي سواك ومن سواك ومن سواك يرى قلبي ويسمع كل الخلائق ظلهم في يد الصمد. أدعوك يا رب، أدعوك يا رب، أدعوك يا رب، فاقبل زلتي كرما، واجعل شفيع دعائي حسن ما تقاضي. يا باشا احلى، انت مش عايز كده؟ تعالى يا باشا، كل سنه طيب. تعالى يا باشا، خاطر هنسمع الاغنيه الحلوه دي. تعالى.
تعالى تعالى يا باشا خد. بقول لك ايه مولاي يا مولاي أقوم بالليل والأسحار ساجية أدعو وهمس دعائي بالدموع نادي بنور وجهك إني من يعز بك لن يشقى إلى الأبد مهما لقيت من الدنيا